السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم في فيديو جديد. وبهذا الفيديو راح يكون سريع، بس حبيت أقول لكم طبعا أنا مسوي مدونة إلكترونية أنشر بها آخر أخبار التقنية، طبعا يعني أخير أخبار تقنية يعني صحيحة. فطبعا المدونة بدومين مجاني للأسف، يعني أنا ما عندي فيزا كارد بعد ما سويت فيزا كارد، فأعتقد دومين تي كي مجاني على قد حالي. المهم هذه المدونة بها كل أخبار التقنية، طبعا أنا يعني أنا أنشرها وحدي، فكل أخبار يخص التقنية إن شاء الله راح تلقوه بهذا المدونة اللي هو مدونة android.tk. هذه نهاية الفيديو، أتمنى ما تنسون تسوون لايك وتشترك بقناتي إذا كنت ما مشترك، وراح أحط لكم رابط المدونة بالوصف حتى قبل بس تضغط عليها ضغطة ينقلك إلى المدونة بدون تعب ولا شيء. يلا، peace.